نبدأ فلكيا وبعدها الدكتور احمد عمارة كمان يعني اكيد بيسجل. فلكيا بقى دكتور عبد الفهيد، انتوا يعني كمتخصصين في الفيزياء الفلكيه، هل ده فلكي، هل ده يعني حكايه الابراج بتصطدم بعضها والابراج بتتخانق والابراج مش فاهم حصل ايه، هل ده علميا انه حتى الناس تبني عليها توقعات للبشر وتحدد احيانا مصائر زي ما المهندسة عبير بتقول ده انا تنبأت بثورات الربيع العربي، ده انا تنبأت بالعملية الإرهابية بتفجير الكنستين، يعني هل ده علم ولا خيالات وأوهام؟ الأول هبدأ بسؤال للأستاذ والأستاذة أو الباشمهندسة، ما هو تعريف حضراتكم لعلم الفلك؟ ممكن اسمع من حضرتك معذره. لا لا خالص بالعكس، انا هقول لحضرتك ايه هو علم الفلك. علم الفلك بينقسم لشقين، اول شق هو الاسترونومي اللي هو حضرتك. لا خلينا نكلم المواطن يعني بيومه شلبيه ما الاسترونومي اللي هو علم مش عارفه بالعربي اسمه استرونومي، علم الفلك. علم ما هو الاسترونومي. أيوة ما هو بيسالك هو ايه الاسترونومي؟ أيوة يعني ايه علم الفلك؟ انا عايزه اقسم لشقين، شق اسمه الاسترونومي او اللي هو علم الفلك البحت، خلينا نسميه العلوم الفلكيه البحته اللي ليس ليها اي ارتباط بحياه البشر، دي العلوم الفلكيه البحته. دراسه الفضاء بحت. الاسترولوجي هو ناخد المعلومات الفلكيه دي ونربطها بحياه البشر، ده علم الاسترولوجي. زمان لو رجعنا للتاريخ هنلاقي ان الفراعنه هم كانوا اكثر ناس متقدمين جدا في علوم الفلك. في علوم الفلك الاسترولوجي بقى، لان لا احنا عندنا المعابد. معلش هقول لحضرتك، الاسترونومي والاسترولوجي الاثنين كانوا الفراعنه، اصل احنا عندنا الاثار بتثبت ذلك، يعني انا مش دي وثائق تاريخيه. طب خلينا ده الخلفيه انت. طب هنا انت عايز تقول ايه يا دكتور عبد الفهد؟ عايز اقول ان ادعاء المنجمين انهم فلكيين ده ادعاء خاطئ من الاول. المنجم يعني انت بتتعامل معهم لانهم منجمين وهم ليس باكثر من هذا. كلمه فلكي هو الاتي: الانسان الذي يحصل على درجه علميه في مجال الفلك. وفي مصر هنا عندنا كليتين وحيدتين فقط، كلية علوم جامعة القاهرة وجامعة الأزهر. يعني أنت حضرتك معاك لازم تكون بكالوريوس علوم قسم فلك، ده اللي يطلق عليه فلكي. طيب طبعاً محمد فرعون ما عندكش يا باشا، ما حدش قال إن إحنا فلكيين وما فيش حاجة اسمها اللي هو بيقوله ده. يعني إيه فلكيين؟ أنا باخد حتة واحدة، حاجة اسمها علم منازل القمر اللي هينفعني. علم إيه؟ منازل القمر. لا طب أنا يعني إيه علم منازل القمر يا جماعة؟ معلمونا بقى. بص هو ده حاجة خاصة بالفلك. يعني أنا أقول أنا مش لازم أقول لك يعني خليني بس يعني أنا أقول أنا عندي علم منازل الشمس، أي حد يطلع يقول كده ما فاهمني. يعني ايه منازل القمر؟ دي حاجه خاصه بعلم الابراج. يعني ده الناس اللي طلعوا القمر ما قالوش ده، ما لهاش دعوه. اصل الفلكي التقويمات اللي بيجيب لي الشهور واليوم كم ساعه والكلام ده كله، وعلم الهيئه اللي هو بيقول لي الكواكب والنجوم ده شكلها ايه، علم الهيئه يعني بتاع. طيب عشان بس انت وضح انت عايزه بس تعلقي وبقول انا بعتبر نفسي قاعد مع منجمين. انا عايزه وكذب المنجمون ولو صدقوا. لا هو قال هو يتكلم عن نفسه. لا حضرتك تتكلم على نفسك. انا عايز ولا انا اوجه لك. لا يا حبيبي لا حضرتك واجه مشكلة، خلي الحوار كده حضاري، ما تقولش منجم. انت منجم من وجهه نظر. معلش استاذن ايه المشكلة يا عقل الاستاذ محمد فرعون مره ثانيه يا عم. محمد فرعون التعريف اللي هو اداه لنا خبير الابراج والباحث الفلكي. الباحث الفلكي خبير الابراج. طيب هو باحث الفلكي. كلمه باحث فلكي انا بعرفها زي ما قلت لحضرتك، ابحث هو دي اولى الخطوات. معلش اسمعني في الحته اللي اسمعني، انا سمعتك لغايه الان. باحث سمعتك لغايه الان. انا ببحث في الفلك في الحاجه اللي تخصني. استاذنك تسمعني لغايه الان. انت ما قصرتش العلم لنفسك. طيب خليني بس يا جماعه، ما انتوا اتكلمتوا نص ساعه في البدايه وهما صامتان وانا ما وجهتش. طيب لحد فالجمله دي اول حاجه، انه عشان يبقى فلكي لابد ان يكون حاصل احدى المؤهلات في علم الفلك. علم الفلك لا يقتصر ابدا على الابراج. الابراج دي مجرد قشره خارجيه واقدر افسرها في منتهى البساطه للانسان العادي. لو انا حطيت جسم على سطح دايره وخليته يلف فبيلف 360 درجة. فقالوا إن إحنا نقسمها إلى 12 جزء، كل جزء منهم هنسميه برج.
البرج دوت ليه خاصيه معينه. ايه الخاصيه المعينه؟ ببص الاقي مجموعه نجوم مكوناني شكل جدي فاقول ده برج الجدي. لقيت واحد ماسك قوس فسميناها برج القوس. الحقيقه كمان حتى دي كمان دلوقتي اتغيرت. حضراتكم بتحسبوا على 12 برج واكيد حضراتكم عرفتوا انه بقي 13 دلوقتي. مش 13 على فكره، هم 88 برج. نعم؟ لا 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 حضرتك المنظومه الفلكيه يبقى ده مش فلك. 88 برج يبقى ده مش فلك. مش ده مش فلك. الفلك هو الذي يعلم جيدا ان الابراج هي 12 برج. لا حضرتك ده من قديم الازل، من قديم الازل في كتاب لابو الحسين الصوفي. طيب انا عايز بس عشان اللي هيهم الناس، الناس مش هيهمهم الكلام العلمي المتخصص او بس انت بتقول في كل الاحوال اللي انت بتشوفه ده تنجيم. تنجيم حضرتك انا بتكلم كلام علمي اللي بقوله لك ده، ده المنظومه الفلكيه الدوليه متفقه على ان هناك 88 منظومه دوليه. لو سمحتي لا يوجد الا الاتحاد الدولي الفلكي. انا بقرا مراجع فلكيه علميه مش ملهاش دعوه بالاسترولوجي، متفق عليهم 88 برج. وكان لو سمحت حضرتك ممكن تقولي للناس المشاهدين دلوقتي اسم المرجع ده وهم يرجعوا له لو كان موجود. طب انا هقول لحضرتك في مرجع لابو الحسين الصوفي ده كان من القرن العاشر اسمه، وموجود على فكره بيدرس او موجود في جامعات مدريد وباريس وفي الكونجرس، مكتبه الكونجرس الامريكي. الكتاب ممكن الاقيه هنا في مكتبه مصر. ايه 8 ممكن الاقيه في المكاتب المصريه ممكن. بس انا عندي صور من استند عليه في العصر الحديث بتاعته. هل استند عليه في العصر الحديث؟ ايوه ده بيدرس في في في, في مدريد وفي فرنسا وفي اوكسفورد. طيب خلونا يا جماعه عشان الكلام العلمي النقطه. طيب هل بقى يعني النهارده اللي بيهم المشاهد ده كمان بيجي بتوع برج الحوت الدلو العقرب بيعتمدوا على اللي انت بتقول عليهم منجمين؟ طب سلينا الدكتور استاذ وائل، هل في ابراج هو في ابراج في السماء ويحدد مصير ده؟ ممكن واحد ما يتجوزش واحده بسبب البرج علشان قالوا لهم انه اصله الدلو ما يمشيش مع. غلط يا باشا. الدلو ما يمشيش مع مين؟ غلط يا باشا. غلط من ده. لا غلط. انا بعلمه ازاي يبدا، ازاي يتعامل مع شريك حياته، ازاي يتعامل معاه مش ازاي يسيبه. انا بقربهم لبعض، بقول له مميزاته وعيوبه، ازاي يبدا معاه منين بس. لكن ما بقولوش، انا بقول لهم قدامك اهو غلط لو حد بيقول كده. وانت تقول ده ليه؟ الله ما تسيب ده اللي بيقول ده بيقوله رجل الدين. بيقوله رب الاسره، بيعلم ازاي بنته لما بتتجوز ازاي تتعاملي يا بنتي مع. هو انا محتاج يطلع لي محمد فرعون يقول لي ده؟ طب ومال ايه المشكله؟ بيقوله بيقوله المدرس للنشأ والاطفال. ايوه محتاج محمد فرعون ليه كده؟ محتاج قدراتك اللي زيه واللي زي محمد ليه فرعون. ليه قدراته حلوه ربنا انعم عليه، امال انا بتعلم ليه واحنا بنتعلم ليه الا عشان نعلم الناس؟ طيب المشكله ده الجزء الاول، شايف انه ده ملوش علاقه بالفلك. هل ده بيغضبكم ك ك ك اساتذه علم فلك تعبوا جدا وخدوا شهادات لكن شايفين انه هناك من يتصدر المشهد باسم علم الفلك؟ يعني هم من حقهم يعملوا اللي هم عايزينه لانه بصفه انه منجم، ولكن ليه اعتراض وهام جدا. اذا كنت انا هبتدي اتحكم في مصير الاشخاص بمجرد تنبؤات لا استطيع ان اقول انها تنبؤات صحيحه، لانه انا لما اكتب لواحد في برجه كده في الحظ اليوم انه اليوم سيكون لك سعيد، ثلاث ارباع اللي بيكتبوا الابراج غير متخصصين. طيب. عشان اقول لك يعني اللي هم في الحظوظ غير متخصصين. انا عايز بس بالمناسبه ده أنا غير متخصص. طيب يا جماعه بس لو سمحت. طيب. ما تدوكم المهندس عبير بتهدي تكتبي في الاهرام. انا لسه قاري لك البتاع ولقيته مثلا على برجي مش ماشي يعني الكلام. عايز اقول لكم الابراج دي انا لما بدات الصحافه فكنا بنشتغل في صحف صغيره، كان في ناس والصحف الصغيره يعني يقول لي الرئيس اكتب لي 5-6 صفحات واكتب لي الابراج. فكنت بعمل ايه؟ برج العقرب النهارده خل ادي له للدلو بكره، والحوت النهارده اغير كل يوم، وهنا ما تبديل وتوفيق ويلا. ما يعني الناس مش متخصصه حضرتك مش لانه اصلا يعني اي كلام واي لا انا بتعب قوي عشان اكتب الابراج على فكره. يعني انت هتقولي حظك اليوم هتبقى عارفه. انا النهارده حظي ايه؟ انا بعمل اللي عليا وبحسب بالطريقه. طب انا لقيت حظ اليوم مش ماشي مع اللي حضرتك كاتباه عشان اكتب. ممكن تكون عشان انا المساحه بتكون قليله فانا بضطر ان انا اكتب حاجه عامه، لكن العشريه يعني بيفرق العشريه الاولى من العشريه الثانيه من العشريه الثالثه.
طيب. احنا بنكتب حاجه عامه عموما يعني. فحضرتك بتقول يعني ايه اللي بتشوفه انت الابراج ده اللي مكتوبه في الصحف يوميا، مع انه في ناس احيانا اقول له انت بتجيب الجورنال ليه؟ يقول لك عشان الابراج. عشان الابراج بالظبط كده. اشوف حظي ده الحقيقه. انا هقول هيتكلم فيها اكيد دكتور احمد، لانه ده جزء سايكولوجي اكتر منه، جزء علم نفس اكتر منه واقع. لان انا لو جه قال لي واحد النهارده هيحصل لك كارثه، هبقى ماشي في الشارع متحفظ جدا، وحين ذاك اخطئ، لان الخوف من الخطا يجعل الانسان يخطئ بسهوله جدا. ف 90% من اللي بيقروا اولا يعني انت عايز تقول انهم بيؤذوا المجتمع. ليه حصرنا في التنبؤ؟ ليه حصرنا فكره الابراج في التنبؤ؟ في المواصفات وفي التوافقات، ده حاجه وده حاجه، بس اكثر ما يبرز لكم ما بيطلع يقول هو في مطره بعد كذا وفي خسوف شمس. ده علم، ده الارصاد، ده يعني ده مبني على علم الفلك. الارصاد الجويه مبنيه على علم الفلك.